أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. بكرة منتخبنا هيلعب ماتش مهم جدا أمام الجابون في تاني المباريات أو في الجولة التانية من تصفيات كأس العالم. زي ما حضراتكم عارفين، احنا كسبنا المباراة الأولى أمام أنجولا، وليبيا كسبت الجابون في الدقائق الأخيرة لتصبح الأمور أو تبدأ الأمور معقدة في هذه المجموعة. أهم حاجة إن صلاح الحمد لله وصل الجابون، وبصراحة منتخبنا بصلاح حاجة ومن غير صلاح حاجة تانية. صلاح قيمة كبيرة جدا لمنتخب مصر، كارت إرهاب لكل منافسين منتخب مصر، وبيعلي القيمة بتاعت منتخب مصر. وأعتقد أن وصول صلاح ليه، أو أنا متأكد أن وصول صلاح لمعسكر المنتخب عمل ليفت اب، يعني عمل دفعة معنوية لكل الناس اللي موجودة في المنتخب، لعيبة وجهاز وكل الناس اللي موجودين. ودي قيمة لما يكون عندك لعيب محترف كبير، وده اللي احنا بنقوله، ان لازم يبقى عندنا لعيبة محترفة كتير ولعيبة محترفة بتلعب في التوب ليفل. فرق كبير جدا، مع احترامي الكبير، مهما لعبت في مصر وانت بتلعب في مصر، لما بتسافر تلعب في المباريات الدولية بره وبطولات كبيرة بره، اللعيب المحترف اللي بيلعب في التوب ليفل هو اللي بيبقى شايل المنتخب، هو اللي بيبقى بيلعب ويك ان ويك اوت، وبيلعب كل اسبوع مع لعيبة كبار ولعيبة في التوب ليفل. فكل الناس تبقى بتخاف منه، وجود صلاح في المنتخب إضافة كبيرة جدا. وإن شاء الله بكرة يبقى يعني نقدم مباراة مختلفة ومستوى مختلف ومستوى أفضل من المباراة الأولى اللي قلقت كل متابعين منتخب مصر وكل المصريين، قلقت كل الناس. دي صور من استعدادات منتخبنا في طبعا في الجابون. وعلى فكرة الجابون فرقة كويسة، فرقة عندها لعيبة عندهم سرعات كبيرة جدا، وبكرة محتاجين ان احنا نأمن نفسنا كويس جدا. تشكيل المتوقع لمنتخبنا: الشناوي طبعا في حراسة المرمى، حجازي والونش الاثنين سنتر باكين، احمد توفيق باك رايت، ايمن اشرف باك ليفت، طارق حامد وحمدي فتحي الاثنين على الدايرة، وقفشة نمرة 10، صلاح ناحية اليمين، وزيزو ناحية الشمال، ومحمد شريف راس حربة. وفي تفكير تاني بيفكر فيه الكابتن حسام البدري، انه يلعب بثلاثة لعيبة على الدايرة، انه يلعب بطارق حامد وحمدي فتحي والسولية، ثلاثة يبقوا على الدايرة، وزيزو ناحية الشمال، وصلاح ناحية اليمين، وشريف راس حربة، وقفشة يبقى على مقاعد البدلاء. وده الشكل اللي يعني عايزين يشتغلوا بيه، او قفشة مكان زيزو، يعني يا زيزو يا قفشة يبدأوا. ده التشكيل اللي هيبدأ بيه منتخب مصر. كابتن حسام هيلعب جيم مختلف، هيحاول انه يلعب الكاونتر اتاك ويستغل سرعات صلاح وسرعات شريف في ظهر الديفنس. ان شاء الله ربنا يعني يكرم منتخبنا. النتيجة الإيجابية بكرة تفرق معانا بشكل كبير جدا، تفرق معانا بشكل كبير جدا. النتيجة الإيجابية بكرة ان احنا على الأقل على الأقل على الأقل نتعادل، هتدخلنا في حتة تانية، هتدخلنا في حتة تانية. طبعا منتخبنا في المباراة الأولى ظهر بمستوى متواضع جدا، خاصة لما نيجي نقيس المنافس متواضع جدا، كان بيلعب بالسكند تيم فريق أنجولا لغياب 12 لعيب. فطبعا ده كلام يعني طبعا مهم جدا ان احنا نعمل نتيجة إيجابية. ده فيما يخص منتخبنا. نروح للنادي المصري. النادي المصري طبعا يعني حصل مشكلة مع كابتن علي ماهر، وخلاص كابتن علي ماهر ساب المصري، يعني رسميا كابتن علي ماهر ساب المصري. هقول لكم الحكايتين من الطرفين، وهقول لكم انا شايف ايه. الحكاية ان النادي المصري بيقول، الاخبار اللي طالعة من النادي المصري، ان احنا كنا على يعني توافق كبير جدا واتفاق كبير جدا مع علي ماهر للتحضير للموسم الجديد، وان حصلت مشكلة ما بين اوستن وما بين كابتن علي ماهر، وحصلت قاعدة صلح ما بين الاثنين، حصلت مشادة، وكابتن علي حس ان الادارة مش في ظهره في المشكلة، وبناء عليه حصل يعني الموضوع اتصعد، وكابتن علي يعني خد قرار ان هو شايف ان الادارة مش واقفة في ظهره، فخد قرار ان هو يمشي. دي القصة اللي طالعة من النادي المصري. طيب كابتن علي يعني طبعا من غير ما اتكلم معاه انا بقول لكم بقى ايه كابتن علي بيفكر ازاي.
كابتن علي حاسس ان مفيش دعم بلعيبه من اداره المصري، حاسس ان الوعود اللي هو خدها ان هنجيب 6 7 لعيبه جامدين، الوعود دي ما بتتحققش على ارض الواقع، والراجل شايف ان المنافسين كلهم اللي حواليه بيجيبوا لعيبه بملايين وبيصرفوا فلوس. انت عندك البنك الاهلي بيصرف فلوس كويسه جدا السنه دي، كريم بامبو لعيب متكلف تقريبا 18 مليون جنيه عقد اللعيب وفلوس الفلوس اللي اتدفعت في نادي الزمالك، ونادي فيوتشر اف سي بيجيب لعيبه جامده دلوقتي هيبقى واحد من الانديه المنافسه، سيراميكا كليوباترا بيجيب لعيبه، بيراميدز طبعا بادجت عاليه جدا، غير طبعا الزمالك والاهلي، كابتن ايهاب جلال لو قعد في الاسماعيلي مشترط ان لعيبه، الاتحاد بيجيب لعيبه، فالراجل حاسس ان هو مفيش الدعم اللي يقدر يخليه ينافس بشكل كويس ان هو يكون موجود في المربع، وهي دي الاهداف بتاعت جماهير المصري. جماهير المصري مش هتسمي على حد، عايزين فريقهم يبقى موجود في المربع. فمن الاخر كده كابتن علي حس خلاص ان هو جاب العصر الدنيا وجاب يعني خلاص الاخر، هو شايف خلاص ان هو مش هيقدر ان هو مع عدم وجود دعم بلعيبه بمستوى عالي ان هو يقدر ان هو يبقى فيه منافسه وينافس بشكل كويس لغايه ما عشان يقدر ان هو يبقى موجود في المربع، فهو شايف ان ده الوقت المناسب للرحيل. خلاص شايف ان ده الوقت المناسب للرحيل. المشكله بقى في النادي المصري ايه هي؟ مين البديل؟ وهو ده اللي انا كنت بقول عليه. طب النهارده الكابتن علي ماهر راجل هو اللي حافظ الفرقه، هو اللي باقل الامكانيات، واكدت الكلام ده اكتر من مره، قدر ان هو يوصل لمكانه كويسه جدا بالفريق ويتاهل لافريقيا للكونفدراليه بامكانيات اقل من كل الفرق اللي حواليه. النهارده مين المصري الافيلبل اللي هيخش يشتغل في الظروف دي ويقدر ان هو ينجح؟ ناس قليله جدا، ناس قليله جدا. عرفت ان المصري فتحوا خط مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لسموح، لكن الكابتن احمد سامي مبسوط في سموح ومبسوط مع المهندس فرج عامر، ومش شايف ان المفروض في اي سبب ان هو يعمل تغيير يعمل شيفت. مستقر، مبسوط في اسكندريه، مبسوط من تعامل الاداره معاه، في بادجت محطوطه له، الضغوط اقل، حاجات كتيره جدا مخليها الكابتن احمد سامي يفكر مليون مره قبل ما يسيب السموحه، عنده عقد ساري، حاجات كتيره، الراجل اللي بيطلبه مهندس فرج بيعمله له. فالمصري في مأزق حقيقي بعد بعد رحيل الكابتن علي ماهر، لان البديل مش سهل، البديل مش سهل. فطبعا يعني هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن انا بقول لكم ايه اللي بيحصل في النادي المصري. نروح لبيراميدز. بيراميدز هناك نية بشكل كبير جدا، وانا بقول لكم ان دي الحقيقة، ان هناك نية باستمرار تاكس للموسم الجديد. هناك نية لاستمرار تاكس للموسم الجديد. تاكس إدارة بيراميدز شايفة ان تاكس عنده بعض المشاكل اللي لو اتصلحت هيقدر ان هو ياخد بيراميدز في حتة تانية الموسم الجديد، وفي تفاؤل كبير جدا من إدارة بيراميدز بالطريقة والنتائج اللي أنهى بيها بيراميدز الموسم، واللعيبة خلاص ابتدت تحفظ وتشرب طريقة لعب تاكس، فمش عايزين ان هم يعملوا تغيير دلوقتي. وفي حالة التغيير باتشيكو احد المدربين اللي محطوطين على الترابيزه، مفيش قرار نهائي متاخد بباتشيكو، بقول لكم الكلام ده من جوه اداره بيراميدز، مفيش قرار نهائي. موضوع ان باتشيكو ومن باتشيكو نفسه، مفيش موضوع ان باتشيكو على اعتاب بيراميدز، ده كلام مش حقيقي، كلام نفاه الطرفين. غير ان نفاه الطرفين، انا بكلمكم بقى الناس بتفكر في ايه. باتشيكو إدارة بيراميدز بتحترم باتشيكو بشكل كبير جدا، وعارفين ان هو مدرب لما مسك الزمالك مرتين اشتغل كويس جدا، وكان احد اهم الاسباب الرئيسية ان الزمالك ياخد الدوري في المرتين، لكن مفيش قرار متاخد بشأنه. القرار الاقرب دلوقتي بالنسبة لتفكير إدارة بيراميدز
ان بقاء تاكس، خاصة لو وصل النهائي في الكاس، لو وصل الفاينل في الكاس. فالفترة اللي جاية دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان مفيش ماتشات لغاية يوم 21، بعد كده الكاس هيتم استئنافه يوم 23 او 24. بيراميدز عنده سموحة، لو كسب هيوصل سيمي فاينل، هيستنى مين هيجيله بنسبة كبيرة، ممكن يجيله الاهلي. ماتش بيراميدز والاهلي في السيمي فاينل هيبقى ضرب نار، هيبقى ماتش جامد قوي قوي، لان الاهلي بيحارب على الكاس، عايز يعوض خسارته للدوري، والكاس بالنسبه للموسيماني مهم جدا، مش ان هو يكسب بطوله بس، مهم جدا ان هو الكاس ده يديله دفعه معنويه ان هو يبدا الدوري بشكل كويس. وبيراميدز المدرب بتاعهم عارف ان مفتاح بقائه في الفريق للموسم القادم هو ان هو يوصل للفاينل. فماتش العمر بالنسبه للاثنين مدربين، ماتش العمر بالنسبه للاثنين مدربين. فانا بصراحه يعني ما احبش ان انا اقول كده، لكن لو بيراميدز كسب سموحه، مش عايز دايما، ما احبش ان انا اقتل فرصه اي فريق، يعني مش عايز اقتل فرصه سموحه، مش عايز اقتل فرصه المنافسين الاهلي اللي هيلعبوا معاهم، لكن ماتش بيراميدز والاهلي في السيمي فاينال ممكن يبقى حاجه يعني من احلى الماتشات اللي هتفرجوا عليها ممكن في الخمس سنين اللي فاتوا في الكره المصريه. ماتش جامد قوي قوي. اول حاجه اتنين مدربين كويسين، فرقتين كويسين، وماتش يعني فيه حساسيه كبيره جدا ما بين الناديين مع اختلاف الجماهيريه طبعا وكل حاجه، لكن ماتش حلو قوي قوي لو وصلوا هما الاثنين يعني للسيمي فاينال. لكن بقول لكم، باكد لكم ان التفكير الاول لاداره بيراميدز هو الابقاء على تاكس جونيوس المدير الفني اليوناني، ده التفكير الاول. والكاس مش عايز اقول ان هي فتره اختبار، ولكن هتبقى هي يعني وصول بيراميدز للنهائي هيبقى الداعم الاكبر لبقاء تاكس في الموسم الجديد. طيب احنا كنا اجازه طبعا، ورجعنا بدايه الاسبوع طلع نادي فيوتشر اف سي، واقاويل كتيره اتقالت فيما يخص نادي فيوتشر، واحنا دورنا ان احنا نجيب الحقيقه. اتقال ان نادي فيوتشر هو نادي بيمتلكه حزب مستقبل وطن، فطبعا رجعنا عايزين نعرف الحقيقة. والسبب الرئيسي ان اتقال ان هو حزب مستقبل وطن هو وجود اسماء في مجلس الادارة ليها لينكت يعني، او ليها علاقة بحزب مستقبل وطن. رجعنا ودورنا على الحقيقة، لقينا ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. نادي فيوتشر اف سي ملوش اي علاقة بنادي بحزب مستقبل وطن السياسي. نادي فيوتشر اف سي شركة خاصة، شركة كرة قدم داخل فيها بعض من رجال الاعمال اللي هم فيهم ناس في مجلس النواب، دي حقيقه يعني، ناس نواب في مجلس النواب، و هو ده اللي عمل لبس. انما الموضوع ملوش اي علاقه، حزب مستقبل وطن ملوش اي علاقه بنادي فيوتشر اف سي. هتطلعوا تقولوا ان ميدو بيقول اي كلام، ان ميدو كذا، ان بتاع، اراهن لو في بني ادم في مصر قدر ان هو تبروف او ان هو يثبت ان في اي علاقه ما بين نادي فيوتشر اف سي وما بين حزب مستقبل وطن، دي الحقيقه اللي انا بنقلها لكم. ناس رجال اعمال اشتركوا مع بعض، جابوا ناس عندها خبرات في الكوره، ان هم ناس زي كل الشركات التانيه اللي هي الانديه التانيه بتاعت الشركات اللي شغاله، واشتروا نادي كوكاكولا وشغالين. جابوا طبعا مجلس اداره محترم، مجلس اداره طبعا بيضم خبرات ما بين الخبرات الرياضيه وناس رجال اعمال، ناس اداروا مؤسسات كبيره جدا ونجحوا معاها، واختاروا ان هم يجيبوا الكابتن عبد الظاهر السقا مدير رياضي، ويجيبوا الكابتن محمد يوسف مدير فني، كابتن محمد شوقي مدرب عام، والكابتن طارق سليمان مدربا لحراس المرمى، ولسه الجهاز بيكمل، في اسماء تانية هيتم اضافتها. بيتعاقدوا مع لعيبه دلوقتي وبيعملوا فرقه كبيره،
وبيحاولوا ان هم يعملوا في اسرع وقت ممكن ان هم يبنوا فرقه عشان الكابتن محمد يقدر يشتغل فتره الاداب بتاعها. وانا بقول ان ده كويس للكره المصريه. النهارده فرقه فيوتشر اف سي هتبقى فرقه محترمه السنه الجايه، فرقه كبيره. البنك الاهلي بتدعم بشكل كويس وهتبقى فرقه كويسه السنه اللي جايه. بيراميدز فرقه جامده. الاسماعيلي يا رب يا رب يا رب كابتن ايهاب جلال يقعد في الاسماعيلي واداره الاسماعيلي تحقق له المطالب اللي هو عايزها. يا رب الاسماعيلي يبقى جامد السنه الجايه. الاتحاد مع التدعيمات اللي موجوده مع وجود الكابتن حسام وكابتن ابراهيم هيبقى جامد. المصري في ازمه دلوقتي بعد رحيل كابتن علي ماهر، لكن مفروض ان الدنيا تظبط. كابتن مختار مع المحله هيعمل فرقه جامده، فرقه كويسه. الدوري المصري هيبقى دوري قوي جدا الموسم الجديد، طبعا بخلاف طبعا الزمالك والاهلي والمقاولين بقاء عماد النحاس. والمقصه في مأزق، عنده مشكله مقصه، انا مش عارف هيخرج من المأزق اللي هو فيه ازاي. عنده مشكله في المستحقات، بيدور على مستثمرين يخشوا، قصه كبيره. هنشوف. لكن دوري قوي ناقصه ان الجمهور يرجع. اتمنى ان يبقى جزء من البلان بتاع المسؤولين ان الجمهور السنه دي في من اول الموسم الجديد يرجع بشكل تدريجي. 50% من الاستاد، 40% من سعه كل استاد. بس لازم الجمهور يبتدي يرجع يا جماعه، لازم الجمهور يبتدي يرجع. فطبعا ده فيما يخص نادي فيوتشر اف سي. بنهايه الموسم المحلي او بنهايه الدوري المصري، عملنا استفتاء في الاسبوع اللي فات لحضراتكم والساده المتابعين والساده المشاهدين عشان نعرف تشكيل الموسم بالنسبه لاراء جمهورنا، جمهور برنامج اوضه اللبس. بعد الفاصل هيكون معايا زميلي وصديقي احمد فاروق عشان نستعرض على حضراتكم باختياراتكم ايه هو تشكيل الموسم بالنسبه لاراء الجماهير. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس وضيفي الصديق احمد فاروق. احمد مساء الخير. مساء الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. احمد، سالنا الجمهور عن رايهم في تشكيل الموسم للدوري المصري في موسم صعب وموسم مضغوط وموسم طويل على الجميع، وكان لازم نشرك جمهورنا في اختياراتهم. عملنا استفتاء يعني على تويتر وعلى الفيسبوك علشان نعرف رأي حضراتكم في ايه هو افضل تشكيل لموسم 2021 اللي توج به الزمالك وهبط رسميا الى دوري القسم الثاني، الانتاج الحربي ووادي دجلة واسوان. طبعا احنا ما خليناش تشكيل بمعنى تشكيل عشان ما نعقدهاش على المشاهدين، لكن اختاروا افضل لاعب في كل مركز. يعني اخترنا مدافع واحد مش اثنين، اخترنا لاعب خط وسط واحد مش اثنين. الحارس الجمهور اوضة اللبس اختار محمد الشناوي افضل حارس. محمد الشناوي لعب 26 مباراة في الدوري الموسم ده، استقبل 17 هدف، عمل 12 كلين شيت. في غيابه واضح ان في فرق كبير يا ميدو، يعني المباريات 8 مباريات في غيابه الاهلي استقبل فيهم 12 هدف، في فرق واضح. وهنا في ملحوظة مهمة جدا، محمد الشناوي ده ما كانش يعني اجمالي الموسم ما كانش في افضل حالاته. بالعكس جمهور الاهلي يمكن القى باللوم شوية على الشناوي في بعض المباريات، زي سموحة الهدف بتاع حسام حسن وزي بيراميدز اخطا بعض الاخطاء اللي افقدت الاهلي نقاط. لكن محمد الشناوي وهو مش في افضل حالاته مازال هو الحارس الافضل في نظر الجمهور بدون منافس. ودي تقول ده ده بسبب جماهيريه الاهلي، بسبب جماهيريه الاهلي بس، ولا مستوى فني حقيقي بالظبط؟ يعني بسبب جماهيريه الاهلي، لكن بسبب مشكله حقيقيه عندنا في حراسه المرمى. ان الشناوي حتى وهو مش بيرفكت، حتى وهو مش في افضل حالاته، مفيش حارس في مصر بنفسه. ودي مشكله كبيره ان النهارده حتى الاهلي والزمالك لما بنتكلم على ان الاهلي محتاج حارس تاني، طبعا في اسماء كويسه زي الهاني سليمان زي عامر زي بسام، لكن انت مش قادر تحس ان في حارس يقدر ينافس الشناوي بجد. فدي مشكله، انا شايف انها مشكله. طبعا يحسب للشناوي ان هو وصل لمرحله انه حتى وهو مش في افضل حالاته مازال حارس مصر الاول، لكن في مشكله حقيقيه ان مفيش حارس في مصر بينافس الشناوي بجد. دي مشكله. والغريب الغريب جدا ان في قرار في مصر من سنوات طويله جدا بعدم التعاقد مع حراس اجانب علشان نرفع التنافسيه للحراس المصريين، ورغم كده في مشكله. وانا شايف بصراحه يا ميدو برضه محتاج رايك، انا شايف ان القرار ده ملوش داعي. يعني
انا شايف انه قرار مش صح. وجود حراس اجانب جامدين في الدوري المصري هو اللي هيرفع التنافسيه زي ما كان بيحصل زمان لما كان مصر فيها حراس اجانب جامدين في الثمانينات والتسعينيات، كان في قاعده كبيره جدا. ده الاهلي لوحده. انا شايف ان انت غلط ان انت تمنح مركز، خلي المراكز كلها موجوده، وطالما ان في لعيبه اجانب خلاص. التجربه العمليه اثبتت ان ده مش صح. يعني حتى لو قلنا بعيدا عن الاراء، التجربه العمليه اثبتت ان ده مش صح. انا رايي ان في حراس كويسه في مصر، يعني انا رايي ان في حراس. الزمالك عمل غلطه كبيره جدا ان هو وقع ابو جبل في وقت من الاوقات. صح، متفق معاك، لان ابو جبل هو كان اقرب منافس للشناوي. صحيح. في الموسم الماضي، الموسم الماضي. وحصلت غلطه كبيره جدا من الزمالك ان ابو جبل اول لما غلط قعد طول الدب. ما كانش المفروض يقعد، ده غلط جدا. زي ما الشناوي غلط في ماتش سموحه لعب بعد كده. بالظبط. وبيراميدز لعب. ده بالنسبه انت، ده لو انت مقيمه انه حارس اول. انا في رايي ان الوحيد، يعني بص، عبد المنصف كيس مختلفه. عبد المنصف حارس مرمى كبير. لو انا النهارده بكل صراحه بقول افضل حارس في الدوري هو عبد المنصف. عمل موسم عظيم، سيفز، بينالتيز، ليدرشيب، ومقارنه بيه بيلعب فرقه بتنزل. بالظبط. ديفنس قدامه عنده مشاكل كتيره جدا، شال ضربات جزاء كتيره. لا، وديفنس عنده مشاكل يعني حاجات كتير. طبعا. انا في رايي افضل حارس عبد المنصف، ده رايي بصراحه. كتقييم كامل كموسم افضل حارس في مصر هو الشناوي، انما افضل حارس الموسم ده في الكوره في الدوري كتاثير فني على فريقه عبد المنصف. ابو جبل كان خلاص قدامه ثلاث خطوات ويقرب من الشناوي. صحيح. وقع نادي الزمالك، القرارات اللي اتخذت خليته ان هو ينزل. لكن انا المعلومات اللي عندي انا بقولها لك ان ابو جبل هيبقى الحارس الاول في الزمالك الموسم القادم. ده يعني لو حصل، وانا اكيد طبعا معلوماتك موثوق فيها، ده هيبقى قرار صح جدا. لان ابو جبل فعلا في فتره من الفترات، بالذات كمان مع نهايه الموسم قبل اللي فات، لو تفتكر يا ميدو، ساعه ماتش الرجاء تحديدا، بعد ماتش الرجاء في الذهاب ابتدى فعلا ان ابو جبل فعلا حارس ينافس الشناوي. كان جامد جدا. عندي خبر حصري عايز اقوله لحضراتكم، ان كارتيرون رفض وجود جنش في التدريب غدا، في اولى التدريبات بعد عوده كارتيرون من دبي. كارتيرون ابلغ مجلس اداره نادي الزمالك برفضه وجود جنش في النادي، وده مؤشر. والنهارده كابتن حسين السيد كلم جنش وابلغه بالقرار، وده مؤشر على رحيل جنش ورفض كارتيرون وجود جنش في النادي. زي ما حضراتكم عارفين ان حصل مشكله ما بين جنش وما بين كارتيرون قبل مباراه سيراميكا كليوباترا، وحصل يعني مشاده ما بينهم هما الاثنين، وكارتيرون رافض وجوده في النادي نهائيا. ده باكد لكم خبر حصري، ان يعني لسه من ساعتين كابتن حسين السيد كلم جنش وابلغه بعدم حضوره لتدريبات الغد. ده في الحديث عن حراسه المرمى، وده دليل ان جنش خلاص بنسبه كبيره هيمشي. لكن انا بقول فاروق ان جنش لو مشي حتى من نادي الزمالك لازم يمشي بالطريقه اللائقه، لان هو راجل 10 سنين تقريبا، لا، ودى نادي الزمالك كويس وراجل اخلص لنادي الزمالك. لو مشي لازم ان هو يمشي بطريقه كويسه، لازم ان هو يعني يتم تقديره بشكل كويس، عشان يعني ماشي اوكي حتى لو حصل مشاده ما بينه ومدرب، لازم ان هو يمشي بالباب الكبير. هو يستحق ان هو يمشي بالباب الكبير، راجل دايما كان مخلص، راجل دايما يعني حتى لو عنده بعض الهفوات، مفيش لعيب ما عندوش هفوات، مفيش لعيب ما عندوش اخطاء، لكن لازم ان هو يمشي من الباب الكبير. لكن جنش خلاص على اعتاب الرحيل من نادي الزمالك. هو لعب دور مهم في بطولات للزمالك، الكونفدراليه كان لعب دور مهم جدا. فلا، جنش ربما صحيح له بعض التصرفات، يعني هو شخصيه بطبعه هايبر يعني، لكن هذه حقيقه يعني. حتى في الماتشات، حتى هو بره يعني جول كيبر يعني. طبيعي يعني. بس ده خبر حصري بقوله لحضراتكم لاوضه اللبس، ان جنش كارتيرون رفض وجوده في النادي نهائيا. بكره قال لهم مش عايز اشوف جنش، جنش مش موجود في النادي، وتم ابلاغ جنش بذلك. طبعا ده بالنسبه لحراس المرمى. تتفاجئ انت مني بحاجه دي. على طول بس خلاص تعودنا. خلاص حد بقول لك على الهوا يعني. بالعكس، ده حلو. ماشي. بالنسبه للدفاع مفيش خلاف ان الونش هو افضل مدافع في مصر حاليا. صحيح. حجازي طبعا بيقدم اداء عظيم مع اتحاد جده، لكن حجازي بيلعب في دوري غير الدوري المصري. بنتكلم في الدوري، ودي حاجه عظيمه ان احنا يبقى عندنا اثنين مدافعين تقال في الفتره الحاليه. الونش لعب 30 مباراه، رقم كبير.
استقبل الدفاع في وجوده 17 هدف في 30 مباراه، وده رقم كويس، وعمل 15 كلين شيت في وجوده لان هو غاب عن 4 مباريات. فالونش الحقيقه ابتزان، طور من نفسه، بقى عنده شخصيه، هو طبعا من زمان عنده شخصيه لكن كمان دلوقتي بقى تحسه ليدر، وبقى عنده شخصيه مهمه مع الزمالك، طور من نفسه فنيا. واتكلم لما كان معانا ميدو في نقطه مهمه جدا، ان بعض اللاعبين لما انتشر فيديو وهم بيسخروا منه في نقطه معينه، في نقطه الطلوع بالهجمه، يمكن يعني انا عندي معلومات شخصيه ان وقتها ميدو في حد محلل اشتغل معاه النقطه دي، شوف الثقه بالنفس دي، ثقه بالنفس، ان في ناس بتسخر مني في نقطه، مش عيب ان اشتغل على نفسي، مش عيب ان لو عندي ديفو اشتغل الانتقادات ان هو يزود من مستواه، بدل ما كان يطلع يرد، بدل ما كان يطلع يتخانق، بدل ما كان يعمل فيديو يتريق، اشتغل على الحته اللي الناس بتسخر منه فيها، حتى ما كبرش بينه وبين نفسه، ووصل ما شاء الله دلوقتي لريتم عالي، مكانه جيده جدا، افضل مدافع الدوري. مين اللي جنبه في رايك؟ مين اللي جنبه؟ هو طبعا زي ما قلت لك احنا اخترنا افضل لاعب بس في كل مركز، لكن الحقيقه كان في مدافعين كويسين. يعني بص، انا شايف ان واحد من افضل المدافعين في الدوري المصري السنه دي هو محمود شبانه، مدافع نادي اسوان. اتفق معاك، مدافع صغير في السن، قوي جدا بدنيا، صح، لعب مع ستايل ده مش موجود كتير، كان موجود في اف سي مصر، لعب مع عبد الغني، عنده مزايا كتيره جدا، وعندي اخبار ان نادي الزمالك اتم التعاقد معاه. معانا محمود شبانه مدافع نادي اسوان. شبانه مساء الخير. ايه يا علبي، عامل ايه؟ وحشني. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. فينك، في مصر ولا فين؟ في القاهره ولا فين؟ في القاهره. شبانه، قول لي اخر اخبار المفاوضات مع نادي الزمالك. انا عارف ان خلاص يعني ان انتوا اتمتوا الاتفاق، وباقي فقط اعلان نادي الزمالك عن الصفقه في الوقت المناسب. الحمد لله كابتن، يعني الحمد لله تمت يعني الصفقه الحمد لله، وخلال يومين كده ان شاء الله هيبقى في مؤتمر يعني ان شاء الله. طب قول لي يا محمود، كواليس المفاوضات ايه اللي حصل؟ والله كابتن، هو طبعا كان يعني من فتره كبيره كده، خلال من حوالي 4 شهور كده، عرفت ان طبعا كابتن كاسرون يعني بيتابعني، وان هو بيتابعني، فطبعا ده كان بالنسبه لي حافز ليا، فاشتغلت طبعا الحمد لله، وكنت مركز في الملعب جدا، وطبعا رغبتي ورغبه والدي طبعا وحلمه ان هو تلعب في نادي الزمالك، فالحمد لله طبعا. يعني ابوك زملكاوي يا محمود؟ زملكاوي. يعني انت زملكاوي كويس. فطبعا ده حلمه من سنين يا كابتن والله. فطبعا انا كلمني كابتن فاروق، قال لي يا شباب احنا ان شاء الله هتكون موجود معانا ان شاء الله. قلت له تمام، تحت اقصى النادي في اي وقت. طبعا انا جالي عروض من كذا انديه، كلها انديه محترمه جدا، بس طبعا اول لما يعني الزمالك، عرفت ان الزمالك بيكلموني، وشرف كبير طبعا ليا ان انا اكون موجود والبس تيشيرت نادي الزمالك. فبس فكلمني طبعا الحمد لله، يعني قعدت مع الكابتن فاروق، وهم كلموا، تواصل مع الست اللي هو احمد سجنان، اللي بحب اشكره جدا برضو ان هو ساعدني ان انا بلغته برغبتي، وساعدني ان انا ان شاء الله اكون موجود في صفوف نادي الزمالك. طبعا الكلام حاليا ان شاء الله خلال يومين كده هيتم ان شاء الله. يعني ان شاء الله. شبانه، قول لي على تفاصيل العقد، مضيت كام سنه؟ 4 سنين. 4 مواسم. أربع مواسم. طب انت لعبت جنب عبد الغني قبل كده؟ في اف سي مصر. جنب عبد الغني في اف سي مصر، وطبعا كنت في منتخب الشباب مع كابتن علي ايوب. مع الونش. طب انت شايف المنافسه ازاي بالنسبه مع المدافعين السنه اللي جايه؟ يعني طبعا منافسه صعبه، في 3 مدافعين كبار، 3 مميزين جدا في نادي الزمالك، الونش ومحمود علاء وعبد الغني، وبعد رحيل عبد السلام تعتبر انت داخل معاهم في منافسه كبيره جدا، شايف المنافسه ازاي ما بينكم انتوا الاربعه؟ طبعا كلهم لعيبه كبيره طبعا، واكيد المنافسه، انا اكيد طبعا يعني عبد الغني والونش والكابتن محمود علاء لعيبه كبيره ولعيبه دوليه ان شاء الله. انا برضو مش جاي ان انا اقعد دكه، لا انا جاي اتمرن واجتهد ان شاء الله، وباذن الله يكون ليا دور اساسي ان شاء الله في الفرقه. طبعا المنافسه صعبه جدا، لعبه كبيره طبعا، واكيد ده يحتاج ان انت تركز وتشتغل وتتعب عشان تقدر انك تثبت نفسك وتثبت نفسك للجمهور كمان. عبد الغني انت كام سنه دلوقتي؟ 26؟
26 شبانة. اسف شبانة 26. 26 يعني ان شاء الله باذن الله يعني انت في سن مناسب جدا ان انت تقدر ان انت تتالق مع الفريق، وانا يعني عارف ان انت باذن الله هيكون ليك دور كبير جدا مع نادي الزمالك. انت تستحق ان انت تكون موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك باخلاصك في السنين اللي فاتت كلها، وخاصه في الموسم الاخير مع نادي اسوان، رغم ان يعني في ناس لما انا كتبت على تويتر ان محمود شبانه واحد من افضل المدافعين في الموسم، ردوا عليا وقالوا لي باماره ان اسوان استقبل واحد مش عارف كم هدف، لكن ده مش معيار ابدا. النادي الاهلي لما تعاقد مع عصام الحضري كان نادي دمياط هابط للدرجه الثانيه، واصبح احسن حارس في تاريخ مصر. النادي ليفربول لما تعاقد مع فان دايك، ساوثهامبتون كان من اسوأ خطوط الدفاع في الدوري الانجليزي. فان شاء الله شبانه بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله تكون اضافه كبيره لنادي الزمالك في الموسم القادم باذن الله كابتن. شكرا، جود لك يا شبانه، مبروك طيب. عليك طيب يا كابتن، ده المدافعين يا فاروق حي ستايله عجبني جدا، جميل قوي، ستايل قوي، والتاكلينج بتاعه بيركز على الكوره، بيروح صح، بيتزحلق في الوقت الصح، بيتدخل على اللعيبه في الوقت الصح، ذكي جدا في بيلعب تحركاته، بدماغه كويس، بيلعب بدماغه كويس، ذكي جدا في تحركاته يا ميدو. دي نقطه ناس كتير مش واخده بالها منها، شوف الماتشات بتاعته والهايلايتس بتاعته، بيتحرك في وقته، بيراقب المهاجمين صح، يعني انا عاجبني جدا بصراحه. الزمالك دلوقتي عنده اربعه مدافعين على مستوى عالي، الونش ومحمود علاء وعبد الغني وشبانه، وده التنافس ده هيصنع طبعا. وفي في ولد يعني سمعت ان هو كويس جدا اسمه حسام، كتير بيتكلموا عنه، شكله كويس جدا، بس لازم يطلع اعاره خلاص. خلاص يعني حسام ده صعب دلوقتي، لازم ان هو يطلع اعاره. والله بص يا فاروق، نادي الزمالك فيه لعيبه كتيره جدا كويسه صغيره، يعني رحت اتفرجت الاسبوع اللي فات على ماتش الفرقه ال 2003، يعني ولازم ابلغ كارتيرون بالكلام، لعيب فاروق اسمه ماجد هاني. ماجد هاني تاني ولا هجوم؟ بيلعب 6 و8 بس، حلو. هو اكتر 8 هو لعيب اساسي في المنتخب، الزمالك محتاج 8، هو لعيب اساسي في المنتخب. والله العظيم يا فاروق، يلعب درجه اولى دلوقتي، يلعب جنب، يعني يلعب جنب طارق حامد عادي. احنا عندنا مشكله تجنن في مصر، تجنن. اللعيب ما بنعتبروش لعيب كبير، يعني غير لما يبقى 24 سنه، لا لا. 23 سنه بنسميه لعيب صعب. والله ليه لو عندي موهبه كويسه عنده 17 و18 سنه ما يطلع في الليجا؟ 18 سنه ما انت طلعت يا ميدو 16 سنه يا عم. كل اللعيبه اللي جامده لعب 18 سنه، تتكلم مفيش لعيب دولي جامد لعب الا ب 18 19 ماكسيم. حسام حسن لعب كاس اوبا مسيره، انا لعبت اوباما في نادي الزمالك وهو تحت 18 سنه اساسي، اول ماتش خدته من تحت رحت ملعب اساسي قدام بتروجيت، مصطفى فتحي، ياسر ابراهيم، على فكره انا لعبت ياسر ابراهيم في نادي الزمالك وعنده 18 كان سنه صغير جداً اساسي جنب فتح الله. عمر صبحي الاهلي، عمر جابر لعب 18 سنه، عمر طلع صغير، حسام حسن لعب، محمد ابراهيم 18 سنه، كل اللعيبه دي ولاد النادي اللي طالعين من تحت، اللي هم عندهم الايدنتيتي والدي ان ايه بتاع النادي، سواء في الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي، باختصار له سنين ده بيبقى باربعه خمسه لعيبه في الفرقه، صحيح، لان ده بيزرع الهويه، بيزرع الهويه بتاعت النادي جوه الفرقه، مهم جدا، ونجاح للمنظومه كلها بتاعت النادي. خلي بالك يعني انت النهارده لما بتطلع لعيب صغير بيطلع ويلعب في النادي، ده نجاح للمنظومه بتاعت النادي كلها، انت ده تتويج لعمل كل قطاع الناشئين الموجود لتحت. فبقول لك الزمالك عنده لعيبه كويسه، ومش ماجد بس، لكن اكتر واحد لفت نظري وانا بتفرج على طول قلت لهم، يعني حتى كان معايا كابتن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، بقول له كابتن الولد ده اسمه، قال لي كذا، قلت له ايه رايك فيه؟ قال لي يلعب درجه اولى بكره، يلعب درجه اولى بكره بس حد يبص عليه. فاتمنى ان شاء الله يتم ضمه للفريق الاول، وانا نفسي ابلغ كارتيرونا، يعني انه فعلا والله لعيبه فاروق لو شفته مش ممكن. انت اثرت فضول يا هذا هذا، لا 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 لا، بقول لك يعني بعد اسبوعين ثلاثه المره الجايه لما تروح قول لي يا جماعه. لا هقول لك والله، لا لعيب كبير وبعدين بيتصرف في الكوره صح، وقوي قوي جدا، عارف العيال اللي هي اقوياء جدا اصلا. انا حاجه هتجنن 8 يعني عمر مرموش مثلا، بص يا حبيبي بيلعب ايه مركزه، انت مش متابع، انت في حته ثانيه. يعني انا 8 انا نقطه عمر مرموش دي هتجنني مثلا، ليه انا استنى لغايه ما العالم كله يدور عليه عشان اجيبه؟ ده لعيب بيلعب في بوندس ليجا. صحيح، تعال نكمل تشكيلنا. الباك اليمين الناس اختارت حمزه المثلوسي، ودي مفاجاه، مش مفاجأة. انا الموسم بشكل جيد، انا الموسم بالظبط، الناس صحيح. دايما بتتاثر بالنهايات، صحيح. هو ابتدى الحقيقه غاب شويه، قيل انه بدنيا ما كانش جاهز، لكنه ختم الموسم بشكل رائع، صنع 3 اهداف، طارق حامد في وسط الملعب طبعا، علي معلول في الباك الشمال، وعلي معلول يا ميدو في نقطه مهمه جدا، غاب 3 شهور، غاب 3 شهور، ورغم غيابه 3 شهور سجل 5 اهداف،
صنع 12 هدف مفتاح لعب مهم جدا للاهلي رغم انه باك فده يوضح قيمه علي معلول واعتقد ان تجديده بالنسبه للاهلي هيبقى امر حيوي جدا جدا جدا. قفشه افضل لاعب خط وسط هجومي طبعا، طارق حامد افضل لاعب خط وسط دفاعي، وشريف افضل مفاجاه الجميله في الموسم ده افضل هداف الدوري 21 هدف في 31 مباراه، وافضل بديل اختار الجمهور كريم بامبو اللي سجل 12 هدف في 22 مباراه واللي الحقيقه عمل موسم كويس جدا وانتقل خلاص طبعا رسميا للبنك الاهلي برقم محترم جدا جدا لان الزمالك جابه فري اصلا. الزمالك استفاد بشكل كويس. استفاد بشكل كبير. يعني طبعا ده فيما يخص تشكيل الموسم او افضل لعيبه في كل خط. بشكرك فاروق. شكرا. اشوفك الاسبوع اللي جاي على خير. طبعا عايزين نروح نشوف تقرير عن مجموعات اوروبا وفي تصفيات كاس العالم، وفي ماتشات حلوه جدا في اوروبا شغاله، وهنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معايا واحد من نجوم مصر الكبار، نجوم نادي الزمالك والاهلي والاسماعيلي، واحد من اللعيبه الموهوبه جدا، من اللعيبه الشول اللي كنت تحب ان الكره تجيلهم، ده بالنسبه للجيل الصغير. هيكون معايا جولة جديدة ومهمة جدا للمنتخبات الأوروبية الكبرى في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ربما تساهم في تحديد ملامح بعض المجموعات، خاصة مع تعثر أكثر من منتخب عملاق وتأزم موقفه في التصفيات المونديالية. المنتخب الإسباني بيتأهب لمواجهة سهلة نظريا لما يستضيف نظيره الجورجي، لكنها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بعد تأزم موقف الماتادور بالخسارة أمام السويد في الجولة الماضية. De cara al partido que tenemos mañana contra Georgia, pues volveremos a tener dificultades y a sufrir. Tenemos como ventaja que jugamos en casa con nuestro público y el hecho de jugar en casa que siempre condiciona, es evidente, y vamos a intentar resolver el partido, hacer un buen partido y generar más que el rival. Pero os recuerdo que en el partido de la primera vuelta ganamos en el último minuto y con todo. O sea que va a ser complicado seguro. No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, cuando se acaba la fase de clasificación, pero depende de nosotros estar en el próximo Mundial. Si vamos a la repesca que tenemos asegurada y ganamos nuestros dos partidos, estamos en el Mundial. O sea que depende de nosotros. Con lo cual, como siempre, esto tiene varias vertientes. Nosotros los profesionales intentamos mirarlo desde el lado más positivo y hay muchas cosas positivas. El Mannschaft الألماني في حقبة جديدة بيقودها المدير الفني هانز فليك، بيسعى لخطف الصدارة من المنتخب الأرميني الحصان الأسود للمجموعة بعد فوز منطقي على لخنشتاين في الجولة الماضية. Wir können, was die Torausbeute betrifft, nicht zufrieden sein. Und ja, gerade beim 2:0 Ergebnis gegen Liechtenstein kann man das natürlich nicht. Aber mal so am Anfang oder Beginn eines Weges, den man gemeinsam geht, sind für einen Trainer oftmals andere Dinge auch mitentscheidend und wichtig. Wir müssen als Team zusammenstehen, wir müssen als Team auch auf dem Platz agieren. Ich habe da gute Ansätze gesehen gegen Liechtenstein. Was diese Dinge betrifft, habe ich auch gesagt, manche Kriterien sind einfach auch aktuell jetzt mit entscheidend. Aber klar, zählt natürlich und dazu sind wir da, um gut Fußball zu spielen. ورغم تسيده المنطقي لمجموعته، بيخوض المنتخب البلجيكي صاحب برونزية المونديال الأخير مباراته ضد التشيك بحذر شديد بعد المستويات والنتائج المميزة اللي قدمها المنتخب التشيكي مؤخراً. As you know, Czech Republic perform really well in the Euros. They perform really well in our game in Prague, and they are a quite different team, I would say. They take risks, they play really competitive, very dynamic, and they are a real good side. And they've got a clear idea of how they play. It doesn't matter what player fits in, they all fit very clearly in the way that the coach wants to play, and they're going to be a really good opposing team. And the focus goes to this game the same way that then the focus will go to Belarus for Wednesday.
رجعنا لكم مره تانية في اوضه اللبس وضيفي الكابتن الكبير الكابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي مساء الخير. مساء الخير عالمي. منورني. ازيك يا ميدو؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. كابتن المنتخب يعني مستوى انا قلت عليه، انا يعني وصفته بالمقلق. الناس الجمهور بعد ما شاف المنتخب قلق. راي حركة في الماتش اللي فات؟ طيب بحييكم وبحيي كل الساده المشاهدين. الاول انا وانت وكل الناس في الفيلد ده عارفين او متوقعين، بلاش نقول عارفين، متوقعين بنسبه كبيره جدا من قبل المباراه ان الاداء هيبقى مش مظبوط للاسباب الكتيره جدا اللي احنا كلنا عارفينها. لان اي مقدمات في الدنيا ميدو ليها نتائج، او اي نتائج كان في قبلها مقدمات ممكن مش حاسين بيها، سكينه سرقانه. المنتخب اتجمع امتى عشان يلعب ماتش؟ ما اتجمعش. في حاله مباريات متتاليه في الفاينل سيزون، اللعيبه الاساسيه اللي عندك، القوام الاساسي الرئيسي اللي لعب المباراه كلهم تحت اندر ستريس الفتره الاخرانيه كلها لمده اسبوعين او ثلاث اسابيع قبل المباراه على طول. الجمهور نفسه في مصر كلها في مصر مش عارفين ان في ماتش منتخب. اول مره والله اشوف يعني انا يعني ليله المباراه في ناس بتسالني هي مصر هتلعب صحيح بكره؟ او في يعني نسبه كبيره جدا مش عارفين، لان يعني الاهتمام بالمنافسه الشديده اللي كانت موجوده بين الاهلي والزمالك في اخر السيزون كانت مغطيه على الشارع الرياضي وعلى كل السوشيال ميديا، ما كانش حد بيجيب سيره المنتخب. ناهيك على ان زي ما قلت لك ما فيش اي اعداد للفرقه خالص من فتره طويله. الفيفا ديت لعبنا كم مره احنا في الفيفا ديت الاخرانيه؟ ما فيش. ايوه بس ده غلطه مين يا كابتن؟ يعني كابتن حسام اختار وانا على فكره كابتن حسام حبيبي يعني واحد من الناس اللي انا دايما بدعمهم، لكن بصراحه انا زعلت جدا ان كان في اجنده دوليه وكان عندنا الاوبورتيونيتي او الفرصة ان احنا نجمع اللعيبه حتى لو ما عملتش ماتش بس ان انا اشتغل وقعدهم مع بعض. هو ده اللي انا بقى بقول عليه. وقلت لا، انا اللي قلت لا، ده اللي انا بقول عليه. انت دلوقتي الكلام جوه بيقول انه علشان الدوري لو هو عمل مباراه في الفيفا ديت كان الدوري هيتعطل اكتر من لا ده هو كان الدوري كان واقف ساعتها يا كابتن. ما هو ده وقف ساعتها. هو كان بيتكلم على ان اللعيبه اللي جايه مش عارف انا كانت الحجه ايه بالنسبه لان التيم ما يلعبش في الوقت. هو كابتن حسام قال ان في ماتشات ضغط، ماتشات كتيره جدا، واحسن اللعيبه دلوقتي انها تريح. يعني ده كان ساعتها اللي كابتن حسام طلع وقاله في الميديا وطلع في البرامج وقاله ان احسن اللعيبه احسن اللعيبه دلوقتي انها تريح. فخلانا ان احنا اول حاجه الجمهور نسي المنتخب يعني ليه؟ ما هو انا لما باجي يعني بتبقى فيه عشان اخد قرار زي كده لازم يبقى ليه ابعاد كتيره جدا لازم اكون دارسها او اكون قاريها او اكون عامل لها سيناريو، من ضمنها ان فعلا الناس هتبتعد عن المنتخب. الحاجه الاهم ان المستوى الفني مليون في الميه هيتاثر. مليون في الميه هيتاثر. هو عمل حاجه هو عامل الغايه اللي احنا عايزينها، ثلاثة بونت. دي مهمة جدا، دي الغاية وصلنا لها. إنما الوسيلة اللي وصلنا لها بيها هي دي اللي بتعمل شوية. وأنا مش قلقان على المنتخب لأن إحنا عندنا تيم قوي، عندنا لعيبة كورة كويسة جدا، عندنا تيم السنة الفترة دي تيم محترم بكل البدائل بتاعت كل المقومات بتاعت التيم القوي المحترم المنافس الشرس اللي يعمل ضغوطات على كل المنافسين موجودة. انما استعملها بقى ازاي واوظفها ازاي واشتغل بيها ازاي هو ده كان مهم جدا. انا سمعتك في البدايه بتاعت الانترو بتاعتك وانت بتتكلم انه انا بميل ان هو هيلعب بكره ثلاثة محور. لا ممكن انا بميل لكده لانه هو اشتغل كتير مع مانجوزيه في الماتشات الخارجيه اللي بيبقى عايز يحصل منها ابناط اكتر من 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 الاداء. كان بيلعب ثلاث عداير هو نفسه وكابتن حسام وماسك النادي الاهلي في فترات كتيره في بطولات الافريقيه كان بيلعب بثلاثه عداير. الماتشات الصعبه الثقيله كان بيلعب بثلاثه محاور على الدايره بيقسم الماتش ولجزء من المباراه وبعد كده يبدا ياخد اللي هو عاوزه من النتيجه او لو ما خدش من اللي هو عاوزه يبدا البدائل بتاعته يبدا. طب انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي بدماغ مدرب، يعني مش انت لو بدات على ثلاثه على الدايره لازم يبقى عندك لعيب رابع على الدايره تقيل موجود قاعد بره؟ يعني انا دايما بفكر في لو انا راجل يعني بحاول ان انا اخش جوه مخ كابتن حسام وافكر
عشان ابدا بثلاثة لعيبه على الدايره لازم يبقى عندي لعيب رابع يقدر ان هو يبقى اي وقت لو لا قدر الله حصل حاجه اول 10 دقايق ربع ساعه ان انا ما اضطرش اغير السيستم بتاعي عشان خاطر اعملها. هو هل اكرم توفيق مش موجود معاه؟ لا اكرم خرج من المعسكر. من المعسكر خالص. اه بس في واحد تاني انني مش رايح؟ لانني مصاب ما راحش. في واحد تاني يعني الوحيد اللي يقدر يلعبها بس لازم هينزل باك رايت تاني والباك رايت ده مش موجود هو احمد توفيق. يعني احمد توفيق هيبدا بكره باك رايت. هو هيبدا بكره باك رايت. ما هو التبديل وتوفيق عنده موجوده يعني ماهر محمد باهر ممكن يلعب باك رايت ويخش احمد توفيق في حاله يعني. بس انت فجاه فاهمني انا قصدي ايه ولا لا؟ انا فاهم قصدك علشان ما تغيرش السيستم خالص بتعمل يعني حسابك لاي سيناريو او اي معترك يحصل في الوسط فاكيد هو كده هيبقى عامل حساب للقصه ديت. في نفس الوقت مش بالضروره ان اللي يكون المحور الثالث يكون ديفندر سيرف. يعني ممكن قفشة مثلا يخش يلعب ثالث بس يا قفشة مش هتزق على قدام. احنا هنشتغل في المساحه دي في الديستنس ديت بس. مش هتروح لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. واللعيبه الموجوده في المنتخب في الليفل ده لعيبه ذكيه وبتستوعب وتقدر تنفذ اللي اي كوتش عايزه. يعني طبعا ده بالنسبه للماتش. هنتكلم اكتر على الماتش بتاع بكره لكن كنت عايز اخد حضرتك للماتش الماتش الاولاني. الكابتن حسام اختار ان هو يلعب بال 4 2 3 1 وانه يبدا بباهر محمدي باك رايت اضطراريا يعني بصراحه لان اكرم يعني ربنا يشفيه اصيب اصابه كبيره في وشه وعمر جابر عيان سخن ما قدرش حتى ان هو يسافر مع الفريق فهو اتحط في ازمه ان هو يبدا في باك رايت. لكن الكابتن حسام في اختيار انا في رايي كان بالنسبه لي مفاجاه مش هقول غريبه هقول انه مفاجاه بالنسبه لي ان هو اختار ان فتوح يبدا على عبد الشافي. ايوه دي بالنسبه يعني لي كمان كانت مفاجاه. بس هو حاطط سيناريو للمباريتين مع بعض يا ميدو. يعني هو مش عامل سيناريو لماتش انجولا بس هو عامل سيناريو لماتش انجولا والجابون. ما احنا لما بنيجي في الفيفا ديتس دي اليومين او الفتره ديت احنا عمرنا ما لعبنا ماتشين من ايامنا احنا يعني بتكلم على الكوره الجديده او الـ 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 البرامج بتاعت المنتخبات الجديده اللي بقى لها تقريبا 7 8 سنين 10 سنين بيلعبوا كل 4 ايام بيلعبوا كل 3 بيخرجوا عشان يروحوا عشان الانديه ما تتضرش بفترات طويله ماتشين ورا بعض بيخرجوا ماتشين ورا بعض على طول. فدي اي دي غيرت في التاكتكس بتاعت المدربين ما بعملش حسابي على مباراه لا انا بعمل حسابي على المباراتين مع بعض. فالمباراتين مع بعض بكون حاطط التشكيل بتاعهم مين اللي هيشتغل هنا ومين اللي هيشتغل هنا واشتغل هنا ازاي واشتغل هنا ازاي ده بيبقى الديبنس على المنافسين وطبيعه المباراه وطبيعه الماتش بره ولا جوه انا محتاج يعني رايح حضرتك ان هو شايل عبد الشافي الماتش انا بقول كده انا مش عارف انا التغييره اللي في الاخر بتاعت ايمن اشرف كانت بالنسبه لي تحضير ان هو يبدا الماتش احتمال برضه هو احتمال بس انا بقول ان هو مخلي عبد اصل انت في الجابون انت هتلعب 4 3 3 غالبا بس باكين واقفين شويه بس الباكين بتوعك لا مش هتوقف الاثنين اثنين في واحد هتطيره وفي واحد هتوقفه فغالبا اللي هتطيره عندك من اللي موجودين عندك الناحيه الشمال جبهه الشمال اللي موجوده عندك في المنتخب دلوقتي هي الافضل هجوميا الناحيه اليمين ما هياش رايت يعني. بالظبط ناحيه الرايت باك فور بتاعك مش, مو مش, مش 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 قوي هجوميا يعني باهر محمدي الهجوم بتاعه توفيق اللي هيبدا مش احمد توفيق الهجوم برضو بتاعه نسبه الهجوم بتاعته اقل شويه عبد الشافي هو الحل عبد الشافي هو عبد الشافي وايمن اشرف وفتوح الاثنين الناحيه الهجوميه عندهم عاليه جدا فانا بعتقد ان هو حط فتوح هنا عشان يحط محمد عبد الشافي هنا يعني راي حضرتك ان عبد الشافي هو اللي هيبدا في المباراه الاحتمال المباراه اللي جايه وهنبدا بثلاثه لعيبه على الدايره حمدي فتحي انا برجح ان هو ممكن يشتغل بالشكل دوت وان كان لازم انا كراجل كوتش في الماتشات لا انا مجدي افكر ان انا لازم اعمل في الماتشات القصيره القريبه من بعض لازم اعمل مفاجاه للتيم اللي قدامي لان التيم اللي قدامي متفرج على الماتش اللي فات وعارف القدرات بتاعتي فانا ممكن اعمل مفاجاه للتيم اللي قدامي بحيث ان في اول ربع ساعه نص ساعه اخد مبادره اجيب جول اعمل يعني انا بتكلم على ان لو لعب ثلاثه في خط الظهر بدل ما يلعب اربعه يلعب بثلاثه والثلاثه موجودين عنده هيشتغلوا في منتهى الاريحيه بحيث انه هيبقى المساك اليمين والمساك الشمال هيحافظوا على
او هيساندوا الونش وايمن اشرف و حجازي لا ممكن باهر محمدي من ناحيه اليمين كمساك خلي بالك بقاله فتره طويله بيلعب مساك فلعب مساك من ناحيه اليمين وحجازي في القلب ويلعب ونش او ايمن اشرف في ناحيه الشمال كراجل مساك ناحيه الشمال هيحافظ ويوقف يبقى ساند محمد عبد الشافي اللي لو اشتغل او فتوح لو اشتغل ويدوله الحريه بانه يشتغل فيها وفي نص الملعب هيشتغل بالاثنين ثابتين عنده هيبقى اثنين ثابتين حمدي فتحي وطارق حامد حمدي فتحي وطارق حامد الاثنين موجودين ثابتين هيقفلوا له كل وسط بس يا كابتن لو انت لعبت الثلاثه ورا مش لازم يبقى الوينج باك الراجل اللي هو بيلعب على اليمين والشمال ده يبقى لعيب كوره جامد يعني انا في رايي لو لعب كده لو احمد توفيق لعب في الحته دي هنبقى يعني ما هو انت هنا عطلانين قوي انت هنا ممكن تشتغل بقى بواحد زي حسين شحات تاخده تشتغل بيه باك وينج او زيزو الاثنين يعملوها في منتهى الاريحيه مفيش عندك مشكله فيها خالص وتستغل وجود زيزو في ظهر محمد صلاح لان صلاح هيبقى موجود صلاح يخش جوه يفتح الطريق بالظبط يفتح الطريق لزيزو وزيزو هيبقى راجل سبورت كويس جدا لمحمد صلاح واشتغل معاه هيبقى في دوتو بشكل طبعا الوقت عشان الاثنين يفهموا بعض ويشتغلوا ازاي مش كبير انما الاثنين اذكياء والاثنين عندهم الحلول اللي يقدروا يعملوا جبهات كويسه ناحيه الشمال عندك عبد الشافي يقدر يشتغل فيها كويس جدا ولو هتحط رمضان صبحي او هتحط رمضان خرج واعتبر خرج كمان رمضان انا اصلا مش متابع الاخر رمضان كسر في ماتش اللي فات جاله كسر في صباعه في الوقعه اللي وقعها جاله كسر وخرج بره المعسكر ما سافرش معاهم تعال نشوف تقرير عن المنتخب يا كابتن ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مجدي طلبه عن منتخب مصر فوز مهم حققه المنتخب المصري على أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لكن رغم أهميته صاحبه غضب جماهيري وقلق كبير بسبب المستوى المتواضع اللي ظهر بيه أصحاب الأرض رغم غياب 9 لاعبين من صفوف المنتخب الأنجولي بسبب أزمات الحجر الصحي المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا واللي حرمت أيضاً المنتخب المصري من الثنائي محمد صلاح ومحمد النني بعد 4 أيام فقط من مواجهة أنجولا هيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة محورية في مشواره المونديالي لما يواجه منتخب الجابون اللي هيلعب مباراة مصيرية بعد خسارته أمام المنتخب الليبي في الجولة الأولى رغم عودة محمد صلاح اللي هتدي دفعة كبيرة جدا للمنتخب المصري بفضل عدم وجود الجابون في دول القائمة الحمراء حسب تصنيف المملكة المتحدة لقوة تفشي فيروس كورونا لكن المنتخب المصري خسر خدمات محمد النني بسبب الإصابة بعد خسارة خدمات أكرم توفيق ورمضان صبحي لنفس السبب وفي المقابل هيكون منتخب الجابون جاهز بنجوم من العيار الثقيل أبرزهم المخضرم بيير أمريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي فرصة جديدة لحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكسب ود جماهيره فرصة جديدة لتأمين آمال المصريين في تأهل منتخبهم للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم فرصة جديدة لاستعادة الثقة قبل 4 مواجهات حاسمة في أكتوبر ونوفمبر يا ترى هيتم استغلالها؟ ده اللي هنشوفه خلال ساعات يعني أتمنى أن احنا الأحداث المحلية اللي بتحصل ما تخليناش ان احنا ننشغل عن منتخب مصر وانا في رايي ان الاعلام عليه دور كبير جدا ان لازم ان انت تهيئ الجمهور او ان احنا كلنا مع بعض نهيئ الجمهور ان يبقى في مناخ عام مناخ صحي تشجيعي للمنتخب لان يا جماعه ماتشات تصفيات كاس عالم يعني لازم ان احنا برضو نساعد المنتخب كابتن مجدي عايزك حضرتك تقول لي المنتخب من غير صلاح والمنتخب بصلاح يعني ايه الاضافه يعني طبعا يعني ايه الفرق ان انت بيبقى معاك مع صلاح في سلاح رضع عارف القصه بتاعت الجيوش القويه وبتقول لك انا عندي سلاح رضع ده نووي ده النووي سلاح الرضع ده هو موجود في التيم بتعمل 100 حساب يعني وانس ان اتقال ان صلاح مش هيلعب المباراه اللي جايه دي بتعمل
استفاقة للتيم اللي قدامك، لأنه بيبقى عارفين أن عنصر خطر كبير عليهم بيتشال، خاصة بعد مشاهدة المباراة الأولى. يعني أنا لو أنا مدرب الجابون هفرج اللاعبتي على الماتش الأولاني، أقول لهم الناس يا جماعة ممكن نكسبهم، إنما مع وجود صلاح لا، بالظبط، ارجع لورا شوية. هي لازم هو لازم يعمل حساب للموضوع ده. صلاح جالك المرة دي فأنت التيم هيبقى مختلف، دي حاجة. الحاجة التانية، في بعض اللعيبة بتحس دايما كده، دايما لما بيبقى في نجوم في الفرقة في بعض اللعيبة بتحس إنها بتتشد ليها، بتتشد للمستوى بتاعها. هو الإنجليزي بيقول لك عمل ليفت أب كده، رفع الناس هي فوق. كده هي كده. ففي بعض اللعيبة بتستفيد من ده، وده موجود في كل الدنيا، مش عارف مش موجود عندنا بس. مرة يعني أنا كنت صغير، كان عندي 18 سنة يعني، كنا على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. مرة كنا بنلعب الكاميرون في دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا 2002، وكنا مغلوبين 1-0. باتريك امبوما طلع بدماغه فوق صلاح حسني وحطها، وكنا عاملين ماتش كويس جدا، دور الثمانية ماتش كبير يعني. وكابتن جوهر الله يرحمه خد قرار ان كابتن حسام ما يبداش، معرفش ليه، يعني كابتن حسام الماتش اللي قبليه كان بادئ جنبي، وكنا وكسبنا زيمبابوي 3، انا جبت جون وحازم كسبنا 2، انا جبت جون وحازم جون، وكابتن حسام كان كويس جدا يعني، كان كويس. وكابتن حسام نزل في الدقيقه مثلا 60 بعد ما دخل فينا الجون على طول. والله العظيم يا كابتن مجدي انا ساعتها حسيت ان بابا جه. والله العظيم انا لقيت نفسي بستخبى فيه يعني كلنا. واول لما كابتن حسام حسن نزل لقيت لعيبه الكاميرون كلهم راحوا عاملين كده، بيبصوا له كده كلهم، فتحس فعلا ان ايه، هي ومسكناهم اخر نص ساعه يعني، كنا هنتعادل كنا هنكسب، بس كان حظنا الكلام اللي انت بتقوله. ما هي هو اي تيم في الدنيا، وهو انت بتعمل سيناريو للمباراة اللي انت راح تلعبها او راح تشتغلها، لازم بتشوف فين نقطة القوة اللي هتشتغل عليها عشان تحجمها، ونقطة الضعف عشان تضغط عليها. فانت لما بتبقى رايح ونقطة قوة من اللي انت عايز تشتغل عليها مش موجودة اساسا، انت بتستريح نفسيا. فهو ده بالظبط بيحصل. اول ما بتلاقي بقى نقطة القوة ديت بتبدأ تكلم اللعيبة بتاعتك باللا شعوري، صلاح بيعمل، صلاح بيودي، صلاح بيروح، صلاح بيجي. خاصة مع فرقة زي فرقة الجابون في التصنيف بتاعها مش عالي قوي بالنسبة لمنتخب مصر. لا بس هو بعد اللعيبة كبير اوباميانج بتاع ارسنال. ما احنا يعني اوباميانج ممكن يعمل الدور اللي انت اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبة لمحمد صلاح، انما اللي حواليه ما اعتقدش ان هو بنفس بنفس المواهب اللي موجوده عندنا. لا لعيبه، لا كلهم لعيبه درجه ثانيه في فرنسا وبتاع. فانا التيم عندنا، انا بتكلم على ان التيم عندنا دلوقتي كمان ما تنساش ان اللعيبه فيها ردود افعال بعد المباراه من نفسهم، هم كمان مش راضيين عايزين ايجابي، عايزين رد فعل، فعايزين يعوضوا العرض بتاع المباراه اللي فاتت ويستردوا ثقة الجمهور فيهم. يعني ده مهم جدا. يعني طبعا ماتشات مهمة جدا للمنتخب، ويا ريت كلنا نركز في الدفعة المعنوية لمنتخبنا اللي عنده ماتش مهم جدا امام الجابون بكرة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مجدي عبد الرحمن. مع كابتن مجدي طلب رجعنا لكم مره تانية مع كابتن مجدي طلبه، وعايز اساله على الاهلي. مهم جدا ان اساله على الاهلي. كابتن مجدي، الاهلي اتعاقد دلوقتي مع صفقات جديده، اتعاقد مع بيرسي تاو لعيب كويس من منتخب افريقيا من برايتون، اتعاقد مع موكيسوني من سيمبا التنزاني، وتعاقد مع حسام حسن، اتعاقد مع كريم فؤاد. دول الاربع صفقات اللي تم الاعلان عنهم حتى الان، ورجع احمد عبد القادر وعمار حمدي من الاعاره. رايك شكل الاهلي الموسم الجديد هيبقى عامل ازاي، او في الكاس يعني تكمله من الكاس؟ اولا هو النادي الاهلي عنده ذخيره كويسه جدا من اللعيبه، برجوع احمد عبد القادر وده مكسب كبير جدا في وسط الملعب، هتزيد الفرايتيز عند موسيماني بالنسبه للعيبه وسط الملعب. وانا اتمنى ان هو يستفيد منه، ما يعملش زي نصر ماهر، لان نصر ماهر احنا خسرناه كتير جدا بعد عودته من سموحه الموسم اللي قبل اللي فات، فما استفدناش منه بالاستفاده الكامله، قعد فتره طويله، وبعد كده لما رجع دخل اتصاب، فبقت فرص تواجده ودخوله بقت صعبه. فاتمنى ان فرص الاستفاده من واحد زي احمد عبد القادر، عنده قدرات جيده،
اتمنى انه يبقى اضافه كويسه للنادي. عندك حسام حسن راجل مهاجم سترايكر صريح تسعة، وده مش موجود في النادي الاهلي مع غير مروان، ومروان اعتقد انه مش هيبقى ليه فرصه في السكواد بتاعه. طب انا هخش عليك في النقطه دي، انت عندك في التلت الهجومي انا بكتب يعني بحاول ان انا افتكر كله اللي جه على دماغي انا دلوقتي يا شباب ساعدوني او حضرتك ساعدني لو انا ناسي حد، بس انت بتتكلم على محمد شريف، حسام حسن، صلاح محسن، مروان محسن، موكيسون، عبد القادر، كهربا ناحية الشمال، أفشة، كنمر 10، وبيرسي تاو، وحسين الشحات، وطاهر. فتتكلم يا كابتن على 3 7 8 9 10 11 لعيب بيشارك منهم 4، يعني بيشارك منهم 4 في ال 4 2 3 1 اللي الراجل بيلعبها. انت رايك ما هو هنا هو ممكن يكون هنا عامل حسابه انه مش هيشتغل ب 4 2 3 1 بس، ودايما اي كوتش في الدنيا عنده بلان بي وبلان اي وبلان بي. فممكن هنا بعض الوحدات اللي هيشتغل بيها بلان بي، اللعيبه اللي جابها الاثنين الافارقه اللي جابهم بتوع الجنوب افريقيا الاثنين بيشتغلوا من ناحيه اليمين. هو ميكوسون ده بيعرف يلعب 10 برضه، اللي جاي من برايتون ده بيشتغل من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين. ميكوسون ده بيشتغل 10 وبيشتغل على الاطراف. فانت انما الاسترايكر انت عندك محمد شريف، حسام حسن، مروان اعتقد الكلام الفيمس اللي بتطلع والرومز بتطلع كلها انه هيروح هيمشي انه ماشي. فانت عندك هنا استرايكر كاسترايكر اثنين، صلاح محسن يعني لسه ما شفناهوش استرايكر، من اول ما جه النادي الاهلي ما شفناهوش في مركز استرايكر صريح غير مرات معدوده. فاعتقد ان حسام حسن هيبقى هو حسام، ومحمد شريف، طبعا نمره واحد. حسام اعتقد انه هتبقى ليه نسبه مشاركات لانه لعيب على الجول كويس وبيفكر، فممكن يبقى اضافه كويسه للنادي الاهلي. انا كابتن لو انا راجل النهارده مدير فني للنادي الاهلي وبشوف كده الليست بتاعتي بتاعت التشكيل اللي انا شغال بيه، هبقى 100% 100% عايز اتنين لعيبه من دول يمشوا على الاقل، وينج وراس حرب. مروان اوكي ماشي، ما هو انت عندك مروان هنا وما تعرفش بقى لازم وينج يمشي. انا كهربا مكمل ولا مش مكمل؟ انا شايف ان كهربا انهى الموسم بشكل كويس. ما هو انهى الموسم بشكل كويس، انما هل في ترسبات من المواقف اللي حصلت كده اللي موجوده اثناء السيزون، ولا الموضوع خلاص انتهى؟ كويس كهربا لعيب كويس ومفيد، انما الاهم في النادي الاهلي دائما ابدا ان اوضه اللبس تبقى كلير وسيف، ما فيش نويز، ما فيش اي يعني مشكلة. لو حضرتك بتختار ان في لازم جناح يمشي، لو كابتن مجدي طلبه موجود في الجهاز وبتختار ان في جناح يمشي من دول، مين الاسم اللي انت هتقول ان هو ده؟ لا ده يطلع عاره. كهربا ممكن يطلع عاره. كهربا ممكن يطلع عاره. وتبقي على عبد القادر. عبد القادر انا شايف ان عبد القادر ما هوش جناح اكتر من انه لعيب في وسط الملعب. يعني عبد القادر لو هنشتغل 3 في وسط الملعب يقدر يشتغل 8 كويس جدا. بوكس تو بوكس. لعيب متميز جدا. انا بحبه قوي. لعيب كويس جدا، عنده قدرات، اولا سريع بالكوره ومن غير الكوره، دريبلر كويس جدا، عنده فيجن، بيستدافع، بعدين فايتر، الجانب الدفاعي بتاعه بيعمله بشكل هو من الواضح عليه في ادائه اللي انا شفته فيه انه نيرفس شويه. يعني محتاج حد يسيطر عليه بس. هياخدها مع الماتشات يعني. ده طبعا مع السن، وفي النادي الاهلي الموضوع ده بيخلص بسرعه. يعني انا عاجبني يا كابتن ان هو ايه عنده شخصيه الاهلي اللي هو يعني وينر، يعني باين جدا في المباريات بتاعته. وعندك كمان عمار حمدي على فكره نسيت. وعمار عنده نفس يعني عمار عنده نفس الاثنين هايبر، الاثنين عاوزين الكوره، الاثنين عاوز الكوره عشان ياخد الكوره ويروح بيها للمنافس، عايز يروح ياخد اكشن، عايز يروح عشان يعمل باص، عايز يروح عشان يشطع الجول، عايز ياخد قرار. هو على طول قرار، هو على طول واخد قرارات على طول، في 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 حاله تفكير في قرار وتنفيذ قرار. انا اسف ان انا نسيت وليد سليمان. لا وليد، ما وليد 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 انا اسف يعني، انا اسف وليد يعني، لان وليد طبعا واحد من الناس اللي ما ينفعش، من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في اللي موجوده في النادي الاهلي في السنين الاخيره، من ريحه
من اخر رجال المحترمين زي ما بيقول اخر جيل محترم. لا وكمان اللي انا اعرفه يعني الاخبار اللي عندي ان كابتن محمود الخطيب قايل لقطاع الكوره كله ان وليد ليه معامله خاصه. وليد راجل لازم ان هو يتم تقديره بشكل كويس جدا ان هو وليد ادى النادي كتير جدا طبعا. كابتن خطيب لما بيجي يتعامل مع لعيبه عنده فلسفته. هو قال كده على وليد وسعد لما بيقول لك عنده فلسفته الخاصه بيه وتبقى يعني هو حاطط بيحط بوينتس كده او مسطره وبيقيس عليها اللي بيتعامل معاه. فالمسطره دي من 1 لـ10 انت عندك كم من 1 لـ10 في المسطره دي؟ لو عندك الـ10 بتتعامل معامله الخاصه. فده شيء مش ده طبيعي. شيء لازم طبعا. لازم الناس تقدر ان الناس اللي ادت وخدمت النادي لفترات وبشكل كبير لازم تتقدر طبعا. ده خاصه انا كابتن مجدي وحضرتك اكتر واحد تقدر من اكتر ده بيعمل لويالتي للخلاص للي جاي كمان الصغير اللي يتعلم ويعرف انه شايف شايف الكلام ده كله بيحصل فيتعلم منه. لو بعدين في نقطه مهمه كابتن اللعيبه الكبار دي زي وليد وزي سعد حتى لو ما بيشاركوش بيبقى لهم تاثير في اوضه اللبس ان هم ده 100% بيوصلوا رساله للولاد الصغيره مليون في الميه. لانه ما تنساش ان في فتره من الفترات اول ما كهربا جه النادي حصلت مشكله صغيره كده بينه وبين محمد شناوي. فاكر انت القصه زي دي؟ اكيد اتدخل فيها ناس كبار. انت شناوي انت وانت فده مهم جدا من ايامنا ومن قبلينا ومن قبلينا ومن قبلينا. الكبير دايما ليه دور جوه اوضه اللبس عشان تشوف الصوره الكامله اللي انت بتشوفها في الملعب. عارف كابتن دايما يقول لك ايه؟ ان لعيب الكوره يسمع لزميله اكتر ما يسمع لمدربه. يعني يسمع لزميله اللي هو هو الـ 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 هو الهيد كوتش المظبوط بيعمل ايه؟ بيختار 2-3 لعيبه اللي هم الكباتن بتوع التيم او القريبين كويس جدا من اللعيبه ويبقى في دايما بينه وبينهم لينك دايم عشان هم اللي هياثروا على لعيبته معاه جوه الجيم. لانه هم اللي هيسمعوا كلامه هم اللي يقرب منه. فمش هيتكلم مع كل التيم قد ما بيتكلم مع 2 معينين بيختارهم عشان يكلمهم عشان يعملوا الحوار اللي المفروض والمطلوب منه في جوه الملعب. دي مهمه جدا. طب اخدك للديفنس في الاهلي. الاهلي عنده العدد كبير لكن التوليفه ان مين اكتر 2 يلعبوا جنب بعض لسه ما اتوجدتش. واكبر دليل على كده لو حضرتك بصيت في احصائيات النادي الاهلي مش بتكلم على الاجوال اللي دخلت فيهم بتكلم هتلاقي ان دايما الاثنين اللي ورا بيتغيروا ودي مشكله. يعني الزمالك يعني لو في واحده من النقاط اللي سابقها عن الاهلي او ليه افضليه عن الاهلي الاثنين سنتر باكين ثابتين وحشتهم يعني 75% من الماتشات عبد الغني والونش بيلعبوا جنب بعض. احنا عايزين نقول ان مش كل الاسباب كانت روتيشن عند النادي الاهلي. كان في الاصابه والمرض كانوا سببين مهمين جدا في ان مفيش استقرار. بدر بنون جاله كورونا وياسر ابراهيم اتعور وايمن اشرف اتعور وسعد سمير قديم اتعور رامي ربيعه اتعور. ففترات طويله بنتكلم على فترات طويله لدرجه ان في وقت من الاوقات حمدي فتحي لعب مساك واتعور. طب انت لو كل الناس افيلبل كل الناس متاحه انت شايف مين؟ ما هو دايما خلي بالك انت زي ما حضرتك عارف طبعا ان ايه لازم السنتر باكين يكملوا بعض. ايوه انت مين الاثنين اللي كل الناس افيلبل اللي هم دول السنتر باكين اللي المفروض الراجل يديهم الثقه ويشتغلوا مع بعض مهما كانت الاخطاء هم دول اللي هيلعبوا جنب بعض. يعني سؤال صعب شويه. لا انا شايف انه اصل لو جبت الاحصاءات هتقول لا حضرتك لو كل الناس افيلبل ما انا بقول لك لو كل انا بتهيألي ان بدر بانون وايمن اشرف كانوا اكتر 2 أدوا بشكل إيجابي بينه مع بعض مع التيم. ولو شفت نتائج التيم في وجود الاثنين دول من البدايات لغاية ما حد فيهم يتعي وبعد كده حد يتعور هتلاقي إن الأداء الدفاعي كان في استقرار كبير جدا وكان في استقرار أكتر كتير من الفينش بتاع السيزون. فهنا كده عايز أرجع بس الجملة كان قالها موسيماني في أحد المؤتمرات الصحفيه اللي بعد المباريات كان بعد مش فاكر كان بعد ماتش دجله تقريبا ماتش كسبنا 4-2 الصحفي بيساله بيقول له كده الماتشات الاخيره كل ماتش بيدخل في النادي الاهلي جول وجولين. فهو قال انا كسبت 4-2
انا عندي اكسب 4-2 وهو الفرق 2 4-2 فرق جولين، فانا عندي اكسب 4-2 وما اكسبش 2-0. طبعا الكلمه دي ما عجبتنيش، يعني ما عجبتنيش ليه؟ لانه انا كده بدي انطباع للتيم كتوتال ان مش مشكله ان يدخل فيها جول، بس المهم اجيب جول واثنين وثلاثه. لا انا مش، انا لازم الناس تفهم، اللعيبه تفهم، ودي اوصل لها ان مشكله ان يجي فيها جول، لان الفرق الكبيره كلين شيت، لازم يبقى كلين شيت، لازم معظم الوقت يبقى كلين شيت، لان هو ده اللي هيديك الافريج والادفانتج بتاعتك على الفرق الثانيه. يعني انت لو شفت الجدول بتاع الدوري، الفرق في الاجوال اللي علينا، الزمالك 21 واحنا 29. انت لما تجيب الثمان اجوال الفرق دول هتشوفهم وطلعهم، هتلاقيهم هم النتائج اللي سببها. هو ده اللي كسب الزمالك الدوري، هو ده اللي الثمان اجوال دول لما تيجي تخرجهم او تشوفهم دخلوا فين، هتلاقي الماتشات اللي دخل فيها الثمان اجوال الفرق دول هي دي اللي ضاع منا فيها البناط. وهو ده اللي كسب الزمالك الدوري. يعني انا 4-2، لا انا اكسب 2-0 وما اكسبش 4-2. انا اكسب 2-0 وما اكسبش ليه؟ لان عايز اعود دايما التيم بتاعي ان يبقى كلين شيت، يبقى قوي جدا دفاعيا زي ما هو. يبقى الفتره الاولانيه خالص كان اول موسماني مسك في مسك النادي الاهلي، انت فاكر كان بيعتمد على زون ديفنس كتير، وبعدين اشتغل على كاونتر اتاك، حتى الناس كانت بتتكلم بشكل انه ما كانش كده في سان داونز، وكان كورته هجوميه. والفتره الاولانيه خالص اللي كان عايز ياخد فيها انطباع الاول ويشوف الفرقه هتعمل ايه، وعايز يكسب اكتر بنقط ممكنه، فتسأل سؤال انه لازم يحافظ على الشكل الدفاعي بتاعه، ولازم يحافظ على قوه الفريق. السؤال في الناحيه الثانيه كان ان انا اكسب 4-2 وما اكسبش 2، ففي تناقض هنا. انت ما عجبكش التصريح ده؟ لا ما عجبنيش. والحقيقه يعني النادي الاهلي والفرق الكبيره لازم يحاول يطلع باكتر كلين شيت، لازم ممكن. يحاول من 34 ماتش احاول اطلع 20 ماتش كلين شيت. صحيح، وهو ده على فكره الونش كان ضيفي هنا، ومن ضمن الحاجات اللي انا كنت بتكلم معاه فيها، فقال لي يا كابتن احنا انا والسنتر باك اللي بنلعب جنبي والجول كيبر والباك رايت والباك ليفت، واجيب طارق حامد وبنقعد مع بعض، طارق بيجيبنا بنقعد مع بعض، احنا ايا كان ايه اللي بيحصل يا جماعه، زي كل الفرق الكبيره ايا كان اللي بيحصل، طول عمرها كده ايا كان يا جماعه ايه اللي بيحصل فوق، عايزينه احنا مش هنخش فينا جوال، يعني على قد ما نقدر مش هنخش فينا جوال. ايوه، وهو ده الحته. يعني انا في رايي ان انا الديفندر بتاعي وانا في فوق كان بيقول لي اوعى تنزل، ما تنزلش تدافع ومالكش دعوه، سيبني انا هقف، خليك انت، انا هدافع لك، خليك انت هنا بس عشان احنا عايزين اخر الاسبوع عايزين نملى الجيل بتاعنا. فانت يعني كل الفرق كده وكل التيام الكبيره كده، اللعيبه بتتكلم مع بعض الحوار كده، لازم هنا يبقى صفر وهنا نجيب جوال. كابتن مجدي نورتني، ربنا يخليك يا ميدو. وتوقعك ايه الماتش بكره؟ ايه رايك؟ لا ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، ان شاء الله، والاداء كمان هيبقى احسن ان شاء الله، ان شاء الله مختلفين، هنبقى احسن ان شاء الله، باذن الله هنكسب. نورتنا يا كابتن، ربنا يخليك يا ميدو. يعني دي كانت حلقتنا النهارده، واللي اتكلمنا فيها يعني باستفاضه عن الاول مع احمد فاروق على تشكيل الدوري، تشكيل الموسم بالنسبه لاراء حضراتكم واراء الجماهير، ثم بعد كده مع الكابتن الكبير الكابتن مجدي طلبة، اتكلمنا على منتخب مصر وازاي نلعب بكره، اتكلمنا معاه عن النادي الاهلي والصفقات الجديده وازاي النادي الاهلي يتحضر كويس للموسم الجديد. ان شاء الله بكره هيكون عندنا استوديو تحليلي مميز جدا بعد المباراه مباشره. اشوفكم بكره على خير وتصبحوا على خير.